الدراري والبنات شبكات بزاف هاد السيمانه هادي فريمون كتمرون الدعوه مع لانشباط ديال السيس. وقعوا بزاف ديال الاحداث بزاف ديال المشاكل بزاف الحوايج ما كناش فاهمينهم، مي غادي نحاولوا نتخطاوهم ان شاء الله في لانشباط جديد. دونك في هاد الفيديو هادي غادي نشوفوا جوج حوايج، غادي نهضروا على لانشباط ديال السيس اللي داز، شنو طرا فيه، شنو درنا فيه، شنو ربحنا فيه، كيفاش دازت الامور، المهم بزاف ديال الحوايج غنهضروا عليها. وكذلك غادي نهضروا على لانشباط الماجي اللي مزيان في بايبيت، سكو هو كل سيمانه تقريبا كاين لانشباط ولا كل 10 ايام، يعني دابا حنا 3 في الشهر، انا هذه دابا 6 لاب كنصور لكم فيديو باش ما نتعطلش عليكم بزاف بحال المره اللي فاتت. دونك مازالنا في 5 في هذا الشهر هذا غادي يبدا لانشباط ديال كريبتو الجايه اللي هي غيل او لا غيلي. اوكي دونك هادشي كامل غنشوفوا هذا الفيديو هذه بطبيعه الحال بعد الفاصل الاشهاري ديالنا. انا قبلت لكم السلام عليكم ولا شي حاجه بعدا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دوزوا اسبوع شيق، شكركم بزاف على التفاعل ديالكم. المهم نحاولوا ما نطروش نطولوش في الهضره بزاف، نطول في الهضره بزاف. اول حاجه ما عنديش الوقت، بغيت نصور لكم هذا الفيديو دغيا قبل ما يفوت الفوت على لانشباط اللي داخل. بحال المره اللي فاتت كنت عطلت شي شويه صراحه، مي راه سمحوا لي ما كانش كنت يلا كنحاول نفهم، نحاول بزاف الحوايج باش نعطيكم المعلومه تكون شويه صحيحه، لان درت بزاف الاغلاط صراحه المره اللي فاتت، ماشي اغلاط بس نسيت ما شرحش شي بزاف الحوايج مزيانين. المهم دابا غنحاولوا ندركوا هاد الاغلاط كامله ونحاولوا نفهموهم. مازال شي حوايج انا حد الان ما مستعبهمش مزيان، ولكن كاينين طرق باش نحاولوا نتفاداوهم. اوكي اول مشكل دابا غنهضروا على البلان ديال السيس، عاد غندوزو لانشباط الماجي. اوكي دونك باش نركزوا معايا، راه غندوزو ليكرون غنشوفوا كلشي. اوكي باش لكم مفاجاه اخرى مع بايبيت، كنت دويت معاهم وقتلهم الدراري جاوب بزاف تبارك الله، دونك حاولوا ديروا لهم شي مفاجاه ولا شي حاجه زوينه. اوكي دونك قالوا لي واحد لا نوفيل زوينه صراحه، خبر زوين، غيديروا اير دروب. اير دروب هو جيم سميتو اير دروب، يعني شي حاجه كتطلع من السما بحال كادو، غادي يعطيو الناس اللي جاوا من جهتي البايبيت غادي يعطيهم تقريبا ان اير دروب ديال 5000 دولار. ديك 5000 دولار ماشي كل واحد غيجبد فيها 5000 دولار، غادي يقسموها على الناس كاملين اللي دخلوا من جهتي. اوكي غير هو دابا تبارك الله راه بينا بزاف، كانت تعطي تقريبا 3 اوبشن، انا غنصورهم هنا. قالت لي اختار بين اوبشن اي اوبشن بي اوبشن سي. اوبشن اي كانت قالت لي 100 فيرست ويلي اير دروب يوزرز ويل جيت 20 بيت ايتش. اوكي يعني اول 100 اللي دايور كاين دي كونديسيون بيان سور، ماشي اي واحد ممكن، خاصكم تكونوا مقيدين من اللينك اللي عطاتكم كنعطيكم دائما في الديسكريبشن. ثاني حاجه خاصكم تشاركوا في هذا لانشباط نتوما. ثالث حاجه المهم لي زوبسيون غنفسر لكم، 100 وحدين اللي شاركوا في هذا الشيء اللي محترمين لي كونديسيون غادي يشدوا 20 بيت كل واحد، يعني تقريبا 2000 بيت اللي هي تقريبا 5000 دولار. كاين الاوبشن بي 50 راندوم، يعني اي واحد غادي يكون داكشي بالاختيار الاولى، غتكون 100 اول واحد شارك، و اوبشن بي 50 هكا غيعزلوهم هكا غير المهم غيخربقوا ويعزلوا، ما عرفتش كيفاش نفسر لكم الدراري. المهم اي دروب يوزرز ويل جيت تقريبا 40 بيت. اوكي هي تقريبا واحد 40 بيت تقريبا واحد 100 دولار. اوكي يعني 50 واحد فيكم غادي يشد 100 دولار، اولا اوبشن سي نفس الكريتير، 10 فيكم غيختاروهم هكا الله غادي يشدوا 200 بيت، هي تقريبا واحد 4000 دولار. انا صراحه الله انا بغيت الاوبشن سي، علاش كنقول 10 فيكم غادي يكون عندهم ان مونطون كبير فين يتريديو فين يديروا شي حاجه، يقدوا فريمون يديروا به شي حاجه داك المونطون. ولاني كنت درت لكم ستوري في انستغرام، درت لكم بول قلت لكم اختاروا شنو بغيتوا، بغيت صراحه نخلي لكم نتوما تختاروا، ما ناقش الديسيجن انا. الله يسهل الجميع، يعني نتوما اختاروا. وتا واحد الدراري قالوا لي زعما خذ فيها بحال صدقه جاريه، خذ فيها صدقه ماشي بحال اللي غتربح 10، بحال اللي غتربح 100 ولا غتربح 50. قلت له الصراحه عندك الحق، وعرفت شنو غادي نديروا، غندير لكم البول وانتم شوفوا، وكلشي اختار اوبشن بي. 50 غادي يربحوا تقريبا، غادي تجي تقريبا 40 بيت، غتجي كيف قلت لكم على 100 دولار. كنظن بانها مزيانه في البدو 1000 درهم تقريبا، راها ما سهلاش، و50 واحد غادي يربحها. المهم هذا غير الاي دروب الاول، ان شاء الله انا غنتقاتل لكم ونجيب لكم هدايا اخرين، انتم غير حاولوا تحترموا ديك لي كونديسيون اللي قلت لكم. اوكي ها هما لي كونديسيون، نعاود نكتبهم لك. يوزر نيدز تو بي ريجسترد ويز يور لينك، يعني اللينك اللي كنصيفط لكم دائما اللي قلتها لكم. Participate in really metaverse launchpad. Okay, donc regardez la compte, cherchez quoi faire. Deposit minimum of 50 bit. Okay. Do KYC to hold bit tokens. هادشي اصلا لي كونديسيون باش تشاركو في لانشباط، خاصكم فاليدي الكي واي سي ديالك، تكون عندك 50 بيت في ديبوزي، ضروري ديبوزي 50 بيت مينيموم، يعني تقريبا 50 × 2.5 تكون واحد 150 ولا 200 دولار تقريبا. اوكي
هولد بيت فور ذا سناب شوت بيريود، يعني في ديك الوقيته ديال لابيريود اصلا فسرت لكم خاصكم تبقاو هولدين داك البيت ديالكم، ما تبيعوه ما تحركوه ما حتى شي حاجه. كوميت دير بيت دوين سناب شوت بيريود، يعني خاصكم تونجاجيو داك البيت تشاركوا فيه، يعني من الاخر خاصكم تشاركوا في اللارج بارت باش تقدروا تكونوا زعما عندكم الزهر باش تربحوا في هذا الاير دروب هذا. المهم ماشي تنقول لكم دري راه بصح انا حاجه ما كنتش بصح ما غاديش نعطيها لكم. دونك فوالا نكملوا دابا التتمه. اول حاجه شنو كنوقع في البلان ديال السيس كو، حنا ما كناش فاهمين ديك القضيه ديال ديك الخمس ايام ديال البيريود انستونطاني او السناب شوت بالانجليزيه. كان واحد كانوا الناس يقولوا لا راه خصنا ديبوزيو من نهار الاول حتى نهار الاخر، وكان الناس يقول لك خاص كل نهار نقوم ديبوزي، وكاين انا اللي كنت كنقول لا ممكن ديبوزي مثلا في النهار الثاني ولا في الثالث غير هو ديبوزي المونطون اللي طلبوا. كل شيء فيه الغلط وكل شيء فيه الصحيح. حتى الان انا مازال ما مستعب الامر 100%. اللي فاهم اكثر يخلينا في لي كومونتير ويزيد يفسرنا. اوكي انا حاولت الكونتاكت السوبور وهضرت معاهم باش نحاول نفهم هما حنا فاش انا فاش غلطت الصراحه في القرايه. هو طلبوا منا ايفريج لا مويان ديال 50 بيت في النهار، انا كنت قريتها غير 50 بيت مينيموم هكا قريتها. دونك تفهمتها بان في لابيريود كامله خاص تكون عندك مينيموم 50 بيت. اما هي لا الافريج او لا مويان او لا ما عرفتش شكون بالعربيه في النهار لمده 5 ايام، يعني في النهار خاص تكون عندك تقريبا لا مويان ديال 50 بيت. بزاف ديال الناس ديبوزا فوق 50 بيت مي في لا مويان كتبان لهم قل، لان بداك الحساب الرياضي او لو كالكول الماتيماتيك اللي كيديروه هما اللي صراحه حد الان مازال ما فهمتو تيحسبوا لا مويان يعني ديال داك البلان اللي تكون عندك يوميا. يعني مثلا بحال اللي غادي يشطوا واقيده اذا فهمت مزيان، مثلا تيقول لك كانت عندك 50 هاد النهار ديبوزيت مثلا 50 النهار الاول كتحسب لك 50، النهار الثاني عندك 50، النهار الثالث 50، النهار الرابع 50، النهار الخامس 50، هي في التوتال 250 في ديك الخمس ايام. 250 على 5 هي 50 بيت، يعني انت راك دابا اليجيبل باش تدوز في هذا في سميتو باش تشارك في هذه المسابقه هذه. هكا فهمت الصراحه وكنضر هذا هو الفهم الصحيح. الا كانت شي حاجه ماشي هذيك عفاكم فسرنا في لي كومونتير باش كلشي يفهم، انا امباكت لي كومونتير من بعد. المهم حنا بالطريقه باش غنتفاداو هادشي كامل، اول حاجه غادي نحاولوا نديبوزيو شي حاجه كبيره، هذا اول سوليوشن اوكي باش نتفاداو هاد المشاكل. غنديبوزيو كابيتال كبير ما غنديروش غير مينيموم، حنايا غنديبوزيو كابيتال كبير. انا شخصيا دابا غادي نشارك بكثر من 3000 بيت باش ما نعاودش نفس الغلط. اوكي غندير 3000 بيت، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هضرت مع السوبر قال لي من الاحسن ديبوزي قبل ديك الفتره ديال السناب شوت ديال البيريود انستونطاني. ديبوزي قبل مثلا غادي تبدا في لو 5 في 5 في هذا الشهر، حنا غنديبوزيو مثلا في 4 في هذا الشهر اولا قبل. انا ديبوزيت الصراحه 3 اليوم 3 في الشهر اليوم ديبوزيت وسايت. حيتاش علاش داك البلان باش كيبقى كيكالكولي لا مويان كيحسب لا مويان ما كيبدا حتى واحد الوقيته في النهار وتيكون ثقيل لان بزاف الناس كيدخلوا فهمتي. دونك حنا باش نتفادوا هذا المشكل هذا غادي نديبوزي قبل ما تبدا. النقطه الثالثه هي ونقطة مهمة هي ملي تيكون هي حنا الصراحة مشيت غلط في واحد البلان. هي كان كيسحبنا غادي يجينا بزاف ديال العملة ديال السيس. اوكي كيسحبني مثلا اونكاجيت 230 بيت غادي تجيني 230 سيس. ولاني البلان اللي كان طرا في البي تي او ماشي بحال اللي كان طرا في السيس، كان الناس شاركوا بزاف في هاد اللونش بات هذا، يعني حتى نسبة الأرباح ديالنا نقصات فهمتيني. كل ما كيشاركوا بزاف ديال الناس كل ما كتنقص نسبة الأرباح ديالنا، اللي غيربح هو اللي مديبوزي بزاف. هذا هو المشكل اللي طرا في هاد اللانش بارت الاخراني. مثلا اللي كان ديبوزي تقريبا 600 دولار اللي هي تقريبا واحد 300 بيت، يلاه كتجي واحد سيس. اوكي دونك واحد سيس تقريبا من تحلت هي واحد دولار طلعت لديك 8 دولار، يعني ماشي شي حاجه. ولكن كيبقى البورسنتاج ديال الربح اللي درنا راه مهم بزاف، راه تقريبا فوا 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 8، يعني راه 800% ولا ما عرفتش شحال، راه بزاف. يعني كون عندنا كابيتال كبير راه غادي نربحو بزاف. اوكي دونك شنو خصنا نديرو؟ نديبوزيو ان كابيتال كبر باش نحاولو نربحو لو ماكسيموم ديال داكشي. حاجه اخرى ملي كتونجاجي داك البيت راه ما تيضيعلكش، يعني ما كنتش عارف انا كان كيسحب لي مثلا غنونجاجي 200 بيت كلها غادي تمشي ليا وغادي تعوض ليا بالسيس، لا كيعطيوك غير داكشي اللي غادي تربح. مثلا اونجاجيتي 200 بيت وعطاوك غير واحد سيس، غادي يقطعوا لك من ديك 200 بيت غير القيمه ديال واحد سيس، هي واحد دولار هي تقريبا 0.40 بيت. اوكي دونك داك البيت ديالك غادي يرجع لك من بعد. سي بوغ سا هادي مزيانه الصراحه ما كتمشيلكش. اوكي انا في الاول دخلت كنسحبني داك البيت كامل ديالي مشى ليا اللي حطيت وربحت منه 1 دولار ديال السيس، عرفتي فريمون كنت صافي تخربقت الدراري اللي معايا مشاركين معايا راه حتى هما تفرحوا ما فهموا والو، مي الحمد لله ما مشي هادشي اللي كاين هو داكشي تيرجع في الاخر. اوكي هادي الثاني. الحاجه اللي غادي نستافدوا منها هو داك البامب، غادي نحاولوا اون ميم طون نكونوا داخلين حنايا شدينا مثلا دابا الغيال ديالنا في اللانش بارت الجديد، غادي السيس ديالنا كنا شديناه
وعاودت انا شنو درت منين شفتك شي قليل هاد الشحال كيعطيونا ساعه قبل كيعطيونا لا بيريود ديستريبيسيون تيقول لنا ها شحال ربحتي هنا ساعه وحنا عارفين شحال ربحنا في داك لانش بوت. قلت كنت مع صاحبي يونس سميتو وقلت له اش غنديروا ما غاديش نخرجوا خاسرين في هذه الوقيته هذه غادي نتريديو في البامب اوكي دونك غادي حليت معاه درت انا وياه لايف تعيطنا في التليفون طلقنا الشارط وتريدينا دونك ممكن نربحوا من جوج جوايع اوكي غنعاود نفسر لكم العمليه ان شاء الله مع لانش باد الماجي باش تفهموني خصنا نستافدوا من جوج طرق هو ديال المشاركه في لانش باد والتريديك نتريديو البامب اوكي. دابا فهمنا الاغلاط ديالنا فهمنا شنو خصنا نديروا في المره الجايه باش نتفادوا هادشي كامل صافي. دابا ندوزو لانش باد الثاني غادي نطلق ليك دونك هنا كتشوفوا معايا الجرافيك ديال السيت كيف ما كتشوفوا الشمعه ديال 5 دقائق الاولى ديجا باش نكت كنتريدي انا والدري صاحبي كنا كنشوفوا 5 مينيت اولا 1 مينيت باش تكونوا عارفين دونك هادو اللي ننصحكم تشوفوا النهار ديال الليستينغ دونك ها كيفاش دارت باش تلاحظوا معايا غنحاول نزوم لكم ليكرون باش تشوفوا مزيان اوكي دونك الدقيقه الاولى طوب قد طالعه هنايا تقريبا فين دخلنا انا وياه كنت دخلنا هنايا في جوج 30 بحال هكا فهاد الجهه هادي دونك دخلنا جوج 30 $1000 $1000 دونك مشات لهنايا في 5 قلنا لكم خرجنا دونك تقريبا درنا فوا 3 فوالا دونك طلعت 37 وهبطات لهنايا استقنات 4 بقات كتلعب ما بين 4 و 6 حتى ولات كتلعب ما بين 5 و 6 هنايا وبقات غاديه هكا دازت تقريبا شي ساعتين وهي مازال كتلعب في الخمسة مازال كتلعب في الخمسة حتى ابخي عاد كتهبط 4 ومازال حتى الان مازال غنشوف فين وصلت جوبونس وصلت 3.0 شي حاجه فوالا دونك حاليا راها في 3.30 اوكي دونك ما الصراحه ما كانش داك الدمب اللي كنا خايفين منه كبير كما كتشوفوا بقات مستقنيه يعني تري زقل الخرجه في البوان الاخراني ماشي مشكل ممكن يخرج هنا ممكن يخرج هنا غيبقى رابحين ضروري في هذا النوع ديال المهم الخلاصه الاجماليه في هذا النوع ديال الشباط ممكن تريدي وتخرج بواحد X4 X5 سهلة يعني تضرب في 5 في 4 سهلة يعني الحاجة الواعرة هو تدخل بكابيتال كبير $1000 فوق باش تجيك سهلة تغير تضرب واحد 1000 $2000 ديال الربح فاسيلمون بلوس داكشي اللي دخلتي في اللانش باد حتى هو راه كيدوبل لك دونك هذه هي الطريقة. دابا غادي نحاول نشوفوا غادي نحاول ما كرهتش صراحة في الفيديو المجال نديرها لكم ولاني راه فعلا تكون ستريسي يعني ستريس تيكون كبير باش ملي كتكون داخل تريدي في الليستينغ صعيبة شوية الصراحة والبيسي ما خصوش تبلوكا بزاف ديال المشاكل. المهم دابا غادي نمشيو لانش باد غتبركوا على هاد البوطونه هادي لانش باد وغادي يخرج لكم لانش باد جديد هو سميتو ويل هو السمي ديال التوكن ديالهم اوكي كيف ديما الدراري شحال واحد قال في الكومونتير ولا في لي ميساج عندي قال لي امير ما تبعت غير الهضره ديالكم ما قريتش داكشي الدراري انا راني شوف انا راه في الفيديو ديالي ما كنتش كنبقى لكم انا اكسبير ولا ما عرفت شنو انا راني بحالكم الفرق بيني وبينكم كنسجل فيديو وكنوريكم هادشي اللي كيعني بحال اللي جالسين عسران في قهوه تنقول لكم ها شنو درت يعني ماشي كنعطيكم الحاجه راها 100% سور او هذا لا يعني خاصك نعطيكم بحال اللي كنوريكم الطريق وانتم سيروا بحثوا بالعكس انا راه كنستافد منكم راه شحال من واحد جا هو هما الناس قالوا لي راك غلطتي راك ما فهمتيش داك البلان مزيان باش مشيت انا كنسول سيبور وهضرت معاهم وبزاف د الحوايج فهمتوني دونك بالعكس حنا راه حنا كنيشونجيو لي زانفورماسيون بعضياتنا راه ماشي حيت كتسمع امير وراك شي حاجه راها زعما راه ما غلطاش لا لا انا راه بحالي بحالكم غير باش نكونوا متفاهمين في هذه القضيه هذه خصنا نفيدوا بعضياتنا اوكي انا كنفيدكم في فيديو نتوما فيدوني في لي ميساج اولا في لي كومونتير فوالا وباي ذا واي سمحوا لي بزاف لان راه كنبقاش كنقدر نجاوب لي ميساج ترى بزاف الدراري عرفت الحب ديالكم مجهد بزاف عرفت شحال ديال الناس كيجيو الدراري ما يمكنش حق الله ما يمكنش كنحاول شي مرات نخلق كاش من كتعاود بزاف ونديرها في ستوري اولا في فيديو كاريمو اوكي شحال واحد سولني قال لي هضر على السيس انا هضرت لكم عليها في فيديو اوكي المهم شكرا الدراري دابا غنشوفوا لي كونديسيون جينيرال هذا المشكل هذا هي اللي كتدير لنا هذا المويان ديال البيت هي اللي كتدير لنا المشكله صاحبي في الايام الاولى دونك كونديسيون جينيرال نفس البلان الفاليدي ليفل 1 تكون فاليدي اللي هضرنا عليها المونطون مويان دو بيت توكن سور فو كونت سبوت اي باي فيك نفس الكونديسيون فوقاش غادي تبدا غادي تبدا 5 في هذا الشهر مع 12 ديال الليل المهم يو تي سي راه هي جي ام تي كيف قلنا المره اللي فاتت غير هو المغرب عنده جي ام تي بلس 1 يعني انا قال لك تبدا مع 12 ديال الليل راه هي وحده الليل ديالنا ديال المغرب اوكي وغادي تسالي 9 في الشهر يعني 4 ايام غادي تسالي في 12 ديال الليل في 11:59 دقيقه ديال هي 12:59 دقيقه ديالكم في المغرب اوكي دونك هذيك لا موي خاص تكون ايغال او سوبيريور ا 50 يعني هنا يوميا خاص تكون عندك 50 فوق 50 اولا كتساوي 50 اوكي كونديسيون الثالثه لي سو كونديسيون
مونطور دو بيسوكل. المهم هذا ما ما المهم ماشي ضروري هاد اللعيبه هادي ما كنضش تكون عند كل شيء. سول سون دو بي توكن دو فوكون سبوت اي بريفي سوا بريز اون كونت. المهم هذا تيقول لكم زعما بان لي توكن ديال البيت اللي غيكون عندكم في في الكونت سبوت اي باي فاي باي فيو ولا باي فاي هما اللي غادي تحسبوا لك. الا كانت لكم ديريفي راه ما كيتحسبوش. اوكي دونك فوالا نعاود نقولها لكم سيروا نتوما كملوا القرايه ديال هادشي. حنا غير باش ما نطولوش الفيديو تعطيو غير داكشي المهم. اما المهم المهم راني قلت لكم اوكي مي نتوما سيروا كوم او ميم طون قراو. اللي مهم هنايا هو خاص داكشي يكون في الكونت سبوت ديالكم. اهم حاجه ديروا كلشي في الكونت سبوت. الو خمسه باي زون ديسكاليفي باي بي سيريز دو دووا دو موديفي لي كونديسيون اها باي بي سيرفيس دو دووا دو انتربريسيون فينال دو ديفلوبمون. المهم هادشي ماشي حاجه مهمه. اوكي دونك لا بيريود دانستاني هذا هو اللي كيتسمى بلونغلي اللي داير الصفحه بلونغلي غتكون عنده واقيلا هنا سناب شوت. اوكي دونك كيف قلنا ما بين خمسة في الشهر حتى الاربعه حتى التسعه في الشهر انا غير باش تكون حاط البيت توكن ديالك في الكونت سبوت. اوكي دونك حط خاص انا قلت لكم هنا الوقيته فاش تكون حاطها مي نتوما حطوها قبل حاولوا تحطوها في اربعه في هذا الشهر هذا باش تفاداو هذه المشاكل كامله يعني باش لا مويان تكون محسوبه لكم مزيانه من الدقه الاولى. بيريود دانسكريبسيون غادي نبداو التقيير ان شاء الله من 10 في الشهر مع 3 ونص ديالهم هي 4 ونص ديالكم ديال الصباح. مي ممكن تفيقوا ماشي بالضروره تحضروا مع 4 ونص الصباح لا راه حتى 7 8 9 راه عندكم هنايا حتى 11 ديالهم اللي هي 12 ديالكم يعني راه عندكم الوقت. اوكي بيريود ديسكريبسيون كديروا اونغاجي. انا صورت لكم واحد الفيديو من لاش باد القديم كنت صورت كيفاش اونغاجيت لا يا ربي كنت صورت كيفاش درت فوالا اونغاجي لي بيت سي سا كتانسكريفا كدير اونغاجي لي بيت اللي عندك وكتبرك عليها وصافي تيقول لك شحال حطيتي. ندوزها لكم هنايا راه تكون شفتوها. هنايا راه بيريود ديسكريبسيون كتكون ساعه من مور من مور سميتو لانسكريبسيون من مور سميتو لانسكريبسيون ملي كتونجاجي لي بيت ديالك يعني اون فوا كتسالي هادي كتطلق لك هادي تيقول لك شحال عطيناك فوالا تيقول لك هنايا الطريقه ديال الحساب لو مونطون. هنايا غادي كنتيستي الصراحه الطريقه هادي وراها خدامه. دونك هنايا كتحسب داك لو مونطون تالي اونجاجيتي شحال حطيتي. مثلا حطيتي 1000 بيت غدير 1000 بيت اوكي وغدير تقسمها على لو مونطون توتال ديال البيت اونجاجي ديال كاع لي بارتيسيبون. ديك المره كانوا تقريبا شاركوا شي 1 مليون ولا 2 مليون بقيت عاقل 1 مليون دو بيت اللي تحطات. دونك كدير 1000 بيت ديالك مقسومه على 1 مليون داك التوتال اللي تحط في كامل ياك وكتضربها في لو مونطون توتال ديال الريل الوي بوغ لو بروجي اللي هو هذا عاطيني 500 الف ريل نص مليون. اوكي كتضربها وكتعطيك لو مونطون شحال غادي يجيك بالضبط. هذا ما كان الا مثلا حنا غنديروا تجربه حسابيه سريعه غنديروا مثلا درنا 1000 بيت عرفتي شنو غنشارك نشوف شنو انا غنحط مثلا حطيت 3000 بيت غنحط 3000 بيت غنضرب غنقسمها قلنا غنقسمها على قلنا ديك المره كانت مليون دونك حنا غنديروا نفس الرقم مليون مليون بيت هادي 100000 اوكي فوا غنضربوها في 500000 لا حيد ديك الفاصله غتجيني 1500 ريال الا كنت حسبت الحساب مزيان والله اعلم. جاتني صراحه بزاف جاتني بزاف والله اعلم. الدراري الا كنت غلطت الحساب عافاكم خليو لي في الكومونتير جاتني بزاف نعاود الحساب عافاكم. اوكي دونك قلنا غندير 3000 بيت تقريبا 3000 غتجي شي 6000 دولار 7000 دولار قال لك هو لو مونطون دو بيت كو فو زافي اونغاجي لو مونطون توتال قسمها على لو مونطون توتال اونغاجي بار تو لي بارتيسيبون يعني شحال ها فوالا غنقسموها على مليون مليون بيت اللي تحطات مثلا ايغال هي هذيك فوا غنضربوها ضرب لو مونطون توتال ديال لي غين اللي كاينين هو 500000 نص مليون لا خلط 500000 1500 كنضل الحساب هو هذاك يعني غتجيك 1500 ريال. اوكي وانتم الله يسهلكم الدراري ولا البنات الا كنت غلط الحساب كتبوها لي راه ما كاينش الاشكال كنا بني ادم كنا تنغلطوا. دونك ابخي اون فوا كيعطيونا الريل ديالنا كتبقى لنا ساعه وحنا كنشوفوا فيه وكنساينو كيتليستا باش قلت لكم داك البلان حنا كنكونوا شدينا العباد ديالنا كنخليو بنادم يتخرى داك الليستينغ خويني هاد المره غنشدوها وغنتخرى معاهم في الليستينغ ما غاديش نتفكوا معاهم. اوكي دونك هذه الطريقه الثانيه غادي نديرو. دونك اون فوا هذا غادي فين غادي نمشيو صديقي غادي نمشيو للمارشي. دونك شنو غادي انا غنصحكم بطريقه اللي مزيانه من تشد مثلا الكوين التوكن ديالك اللي غيعطيوك اللي غتربح سير للمارشي وكتب مثلا هنايا الريل ساعات غادي تكون قربات تخرج انت ينفض ضرب الدقيقه اللي غتليستا فيها حط البلان هنايا كتب العمله ديالك فيت في طف 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 اوكي وبرك عليها دير تريدي مثلا حنا غنديرو 6 هنايا
غدير 3 دي غتحط بيان سور ما غاديش تدخل في البامب الاول وي مي ممكن تخلو لك عند كونيكسيون مزيانه و بي سي ما كيبغيش ممكن تدخل اون تو لي كار غادي تدخل في لقطه مزيانه ماشي فهمتيني غادي تدخل في ديك 2 دولار 2 ونص مخيره دخل اخويا شري ضرب الطلعه ديالك انا قلت لك مثلا ناخذ لوكا ديالي مثلا غنخبط 3000 دولار ونعاودو تقريبا نفس الدخله اللي درت ديك المره 3000 غادي ندخلها في 2.30 اوكي دونك 3000 غادي نقسمها على 2 لا 2.30 غتعطيني تقريبا 1300 1306 اللي غتجيني اوكي دونك ديك 1300 غادي مثلا ديك دخلتها في النقطه 2.3 غادي تطلع ليا سيدي انا حتى 5 دولار حتى 7 نقولوا ما نقدرش نستد في 7 اوكي ما تستدش ليا استدت ليا غير في 5 غنضرب 1304 ديالي في 5 غتجيني 6521 دولار فوالا غنقسم منها ديك 1000 3000 ديال الديبوزيت غتبقى لي منها 3521 ديال الربح 100% 100% اكثر من 100% كاع بخير دونك غادي نضرب 3520 دولار ديالي هنايا في التريدينغ بلوس دو سا غتجيني ديك 1500 اللي قلنا غنضربها مثلا نفرضوا خرجنا في 5 غتجيك 7500 زائد 3500 فوالا 11000 دولار حاليا طيبه المهم هادشي تيوريك ان شاء الله غادي نشوفوا داكشي في هذا نهار نهار الامتحان عرفتي راه الاحساس ديال داكشي بحال احساس الباك الخلعه واحد الخلعه كتكون فيك عالم المهم الدراري والبنات نتمنى تكونوا فهمتوا اكثر وصححنا الاغلاط ديالنا هادشي كامل اللي كنا كنهضروا عليه دابا غير تيوري وكنتمنى ان شاء الله نهار عاوتاني نهار اللي غيتلست فيه هادشي نربح زعما نحققوا ارباح مزيانه بالنسبه للناس اللي كتبعوا في انستغرام راه هادشي ديجا قلت لكم في انستغرام قبل ما نحط الفيديو ديال اليوتيوب اللي راكم عارفين في انستغرام سي بلو فاسيل دونك تبعوني في انستغرام باش مخا توصل لكم الفكره دغيا هذا ما كان ما تنساوش تلايكيو عجبتكم لا فيديو وتكومونتيو لكم شي تساؤل وبارطاجيو باش القناه هادشي يوصل بزاف ديال الناس ونكبروا مع بعضياتنا شكرا بزاف الدراري والبنات نتشوفوا في فيديو ماجيه تشاو